عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. لسه ما اشتركتش؟ كملوا بقى عشان انا اطلع. لسه ما اشتركتش في القناه؟ ينزل اشترك يا جماعه. بلاش الروتين اللي انت عايز تقول لهم. قول لهم وحشتوني. قول لهم بحبكم. طبعا وحشوني. مين اللي عايز اصور؟ انا. سلم عليهم بقى وقول لهم حطوا اللايك. حطوا اللايك بقى عشان كتير كتير عشان الاكله دي العيش. الاكله دي عشقه كده بتنزل في قلبي كده. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ نمت. صلوا على النبي يا جماعه. عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. لازم انا افضل الصلاه والسلام. انت لابس لوني. صلوا على النبي. على فكره صدفه. نسينا نلبس محمد نفس اللون. غلطه. صدقي. والله كانت بقت جميله. يلا ما علينا. خليك انت فاصل. هادي الاجر. قول لهم انا لسه حالق. لسه حالق. لسه جاي من الحلاقه على طول هنا. لسه جاي يا احمد. احنا عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ عاملين بشاميل. النهارده الجمعه طبعا. فقلنا ايه؟ طيبين. ومعانا بانيه ومعانا عيش. اللي عايز يعمل سندوتش يعني براحتنا. تمام. ومعانا عصير مانجا. محمد كان عايز يجيب حاجه ساقعه وعصير من الشارع. قلت له لا انا هعمل لك في البيت. وخص بقى. يبقى السندوتش اقطع لكم وبعدين ايه؟ احنا جبنا بقى. ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. اسرع كده يا كابتن. وخص ده كده. استنى لسه هنحط تاني. استنى. مش هنوثقوا بقى على اللايك يا جماعه. اه بالله عليكم. يعني ايه عايزين اللايك يبقى كتير؟ بالله عليكم. عايزين ندغدغ الدنيا يا جماعه. عايزين نكسر الدنيا. لا هما يدغدغوها عشان يا شيخ. هما انت واثق في نفسك؟ هما اصلا هيدخلوا الفيديو ده عشان. والله والله انت بقى عندك ثقه. يعني قصدك ان امك وابوك مالهمش جمهور؟ اه الجمهور بتاعك انت. طب هنشوف. ممكن يكسفوك على فكره. انا؟ عمرهم ما كسفوني. مين قال لك؟ انا شايفه ان هما هيكسفوك. هيوصلوا الفيديو ده 1000 لايك. معقول؟ اه. عشان خاطر. طب ايه رايكم يا جماعه لو جه 1000 لايك؟ في اول يوم؟ في اول يوم. استني يوم. هنعمل مفاجاه لمحمد. من حقه. متأكدين؟ يبقى وشه حلو. اه. سيبوا يا جماعه تتعب وتشهد. يعني واقفه بتطبخ وتقطع وتطلع علينا ناكل بجد؟ اه يا شو. وسبحان الله على قلبنا بيبقى زي العسل. والله. اه يا شو شو يا قبها. ايه العظمه دي كلها. اه يا ميلو يا عسوله. خد بقى يا قلبي كده. عصير طبعا. شويه منجي. عسل عسل عسل. كل حاجه. اتفضل يا محمد. اتفضل يا ميلو. بلا. اتفضلي يا شوشو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ثواني بس نتاكد من العظمه دي. اتفضلوا معانا يا جماعه. تسلم ايدك يا بنتي يا شور. اه والله محمد تسلم ايدها بجد بجد. والشوكه اتكسرت. ايه حبيبتي الشوكه دي؟ حبيبتي هتاكليها ازاي بقى؟ اكل اهو. اجيب لك واحده ثانيه. نجيب لك الورده. تفضل ايه؟ لحتها فيها. لا ده انا مبردها لك. تعالوا اتفضلوا معانا. عايز مخلل يعني؟ مخلل يعني؟ مخلل؟ اه طيب. بصوا كالعاده نسينا المناديل. اهي سبحان الله. انا عامله البشاميل والفراخ وهما تحت. اتصلت علي قلت له عايزه اعيش. مش عارفه نفسي هفتني اعمل سندوتش فراخ كده. عايزه اقول لكم البشاميل العسل يا شوشو. طعم اول النهارده محمد. لا انت عارف مش طعمه بس دي عظمه. انا عملت لكم الطريقه عايزاكم تجربوها يا جماعه. يا تنزل لكم قبل الفيديو يا بعد الفيديو.
طب اقسم بالله احنا من المطاعم كده نشوف. مكرونه بشاميل عن البيت. هاتي تغيف يا عم علي تغيف. اجيب لك صوص اي حاجه؟ معايا الصوصات. البيت سكينه تفتحي بيها؟ لا لا انا الجيش قال الصرف، لو حد عايز نعمله رغيف اعمله، عايز يعني؟ لا لو كده انا هعمل انا اللي على فكره هي فكره حلوه. وبالكاتشب الحار اللي محمد جابه ده. ما انا عجبني عشان الكاتشب. مش مشكلة يا كفتاة. السكعة. كده. أقول لك حاجة يا باسم سندوتش جامد. أيوة يا ابني أمال أنا بهزر. أنت مفكرني بهزر. أجيب لك مايونيز ولا أي حاجة؟ هينزل بقى ده على يا باي أنا ماليش في الحاجات المقفلة دي يا جدعان. أجيب لك مايونيز؟ هاخد من كله، هات المايونيز وهات لي الشيدر. مايونيز؟ احنا بنهزر. انت متضايق من اول حاجه. قلت لك جيب كبير. عايز قوه على قدك. انت طماع. لا مش طماع بس الصغيره مش بتعرفي. وحشه قوي في حطيتها. علي دوس انت يا علي. دوس لي. دوس لي وانا افتح الساندوتش. تعمل ايه؟ طب استنى كده. اوه فاطفع عصت. لا لا تدفع عصت المهم انا اكل. خلاص المايونيز بقى. الحاجات دي بتاعت محمد يا جماعه. اه محمد هو ايه طبعا. الشوكه كده جوه كده. هتعملي ميكس ما بين دول كله؟ اه عظمه يا ابني عظمه. عظمه على عظمه يا شوشو. واكل بسم الله الرحمن الرحيم. سندوتش جامد جامد جامد. طب اديني الكاتشب والمايونيز. شكرا يا استاذ. انت قاعد توصل يا ابني. اه يا بيبي انا المساعد اللي هنا. ايه؟ ذوق. لو عايز اعمل لك ده احلى من المطاعم يا عم. المطاعم احلى من المطاعم. حلو اعمل لك؟ ايه الاخبار؟ كله بشاميل. انت لسه في البشاميل. ام محمد تحفه يا عالم. هات الكاتشب كده. شو بتحب الكاتشب جدا. الكاتشب ده يا جماعه طعمه حلو جدا. ما كنتش بحبه ولا ما كنت بحبه. في ناس ما تعرفش تاكل اكل من غير كاتشب. ملاحظ حاجه عليه؟ الاكل النهارده طعم بزياده. عسل طبعا عشان ميدو. انا عشان منور. اه والله كنت احط طماطميه معاك. ميدو قعد معانا كده منورنا. طماطم مع بركه كده يدوموا نعمه في حياتنا على طول. طعم قوي. اقسم بالله ماما اقسم بالله. انتوا عارفين يا جماعه في الفيديو اللي فعلا لازم جبنا والله مش من الدرجه الاولى. محمد نفسه في البشاميل بقى له قد ايه يا ماما؟ زمان اكتر. انا من بقى اكتر من شهر ما عملتهاش وهو بيطلبها. والكبسه برضه. اه عايز كبسه. الكاتشب ده نوعه جميل يا محمد. جميل قوي 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 قوي. صح؟ قوي. كنت انا عايزه له الكاتشب التاني اللي هو الصغير. قال انا نفسي ده. فعلا نوعه جميل. اسمه ايه ده؟ ايلو. وحراق؟ لا مش حراق قوي بس طعم حراق بس مش قوي. طعمه جميل. لا طعمه حلو قوي. طعمه كده حلو. اسم ده اسمه كاتش هوت كاتشب من ايلو. يعني هي الشركه اسمها ايلو اصلا. مش عارف تاكل.
ادعوا لي بقى انا قلتلكم من الاكله دي. ماشي احنا بندعي لك من غير حاجه. محمد هو بيحلى كان هيجيب منجا من المعصره فامه قالت له لا ايه انا عامل لك انا منجا في البيت. بجد تسلم ايدك والله العظيم. رايك يا تيتا؟ على قد ما اقدر يا جماعه ما بجيبش حاجه ساقعه ولا شيبسي ولا عصير من بره. الواحد ما عادش عارف يقول لها تسلم ايدها على ايه ولا ايه ولا ايه. اه والله الحاجة في البيت انضف وعارفة اعملها ازاي بجد والله. انضف بكتير يا شوشو. كمان اسوي شيبسي صح صح صح. احنا قلنا ايه؟ شيبسي وحش. هبقى اعمل لك شيبسي في البيت لو انتوا بتحبوا اطعام الشارع. انا بحب اطعام الشارع بصراحه. عليه البطاطس الجديده طلعت ونعمل احلى شيبسي يا معلم. براحتك يعني. انا اقل من 100. مش ده مش ده غدا؟ مش ده غدا؟ ده احلى غدا دي. شوكة القناة المتميزة شوكة شوشو من النهاردة. طبعا قطعة اللحمة الفراخ كبيرة على الرغيف قسمتها. علي عجبه الساندوتش اول اول اول. هات لي الكاتشب. لا انا الحمد لله ان ما نقلتش. جميل قوي. ما عندكش فكره يا محمد. والله هو في الشارع. قلت لك يا ماما مش قلت لك نفسي اكل الفراخ بعيش؟ اه. عامل ساندوتش كده بخص بكايزر. كنت انا جبت خاص وعلي جاب خاص. فعينكوا في التلاتة. فسبحان الله بطلع ايه واحدة واحدة اغسلها اتنين اتنين عشان ما يبص. لان هو جاب وانا جايب. فالحمد لله الحاجة في البيت بتنفع. وانا بحب قوي السندوتش ده بخاصة يا جماعة ومايونيز. عايزة اقول لكم ان انا ما بحبش البرجر الفراخ الجاهز ده. بتبقى كده فراخ مفرومة وبتبقى معمولة كده بره بالبقسماط ويبقى فيه قرمشة حبة. صح يا شوشو؟ صح يا روح شوشو. انت بتقول حاجة غلط يا قلبي شوشو؟ لا طبعا. انا باكل النهاردة. ما بتاكليش؟ بعد. ليه يا ماما؟ بعد. المكرونة النهاردة جميلة. ده انا باكلها باللحمة. والله باكلها باللحمة. انت مش عاجبها الأكل. هو الأبيض ده بشاميل ولا لبن؟ بشاميل. ما هو لبن بيتعمل من اللبن. قولولي أنا زعلانة. زعلانة قوي. شبعت بدري. حطوا لايك بقى عشان خاطري. ايه ده معا قال عن 1000 لايك مش طالع تاني. ايه ما تجيش على نفسك قوي كده اخويا بالراحه. اه والله ما تطلعش يا حبيبي بالراحه على نفسك. بص يعني جامد. كان نفسي اعمل واحد بس شبعت قوي. قول
والله يا جماعه بجد الكاتشب دوت طعمه غريب الشكل، طعمه حلو قوي. كوبايه المانجا يعني عسل. بنجيب كاتشب كتير وقليل، مش كده خالص. ادعوا لي بقى برضه على الكاتشب. طب كوبايه المانجا جامده، كوبايه المانجا جامده. اشوي لكم بطاطا. مره ده كان المزاج. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعه، عشان نطول عليكم اكتر من كده. انا شبعت. حطوا بقى اللايكات بتاعتكم بدل ما شبعت ننهي الفيديو. ايوه قول لهم يلا حطوا بقى لايكات كتير بقى، وعايزين نوصل 100,000 بقى. لا قول لهم 50,000. 50,000 بس 100,000 يا شوشو الدرع. ماشي بس 50 وناخدها خطوه خطوه. 60,000 مشترك بقى، ولايكاتكم بقى الكتير دي هيرد عليك يقول لك في المشمش. لا 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 هو يمكن يكبر بخاطره. دول احلى احلى عائله في الدنيا، وربنا يكبر بخاطركم بالعائله الجميله بتاعتنا الكبيره دي. والله عجبكم الفيديو يا جماعه اتفرجوا كامل عشان خاطر الولا ميت والقمر. باي باي بقى يا احلى ناس، يا احلى عائله في الدنيا. باي 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 باي.